اللي بيقرأ سورة يونس وبالتحديد الآية 62 في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. هنا لازم الواحد يتدبر في هذه الآية الكريمة وفي كلمة أولياء الله. ربنا سبحانه وتعالى وعدهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبالتالي ممكن اللي بيتدبر هذه الآية الكريمة يسأل: مين هم أولياء الله؟ صفاتهم إيه؟ هل وجود أولياء الله الصالحين أو أولياء الله ده مقتصر على فترة زمنية عدت وولت، ولا ممكن يكون موجود معانا من بيننا بنتعامل معاه ولي من أولياء الله؟ ونعرفه إزاي ونتعامل معاه إزاي؟ هي أسئلة كتير، وخصوصا أن القصص القرآني ورد فيه ذكر عدد من أولياء الله الصالحين. فاسمحوا لي بداية يعني أنا أتحدث في هذه الأمور بعد أن نرحب بفضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بحضرتك مولانا. لو أخذنا هذه الآية الكريمة من سورة يونس كمنطلق للحديث، من هم أولياء الله الصالحين؟ وبالتالي كيف ترى هذا الوعد الإلهي بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نرجع إلى اللغة حتى نفهم بعمق يعني إيه ولي، لأنه القرآن أنزله الله باللغة العربية فأرشدنا إلى البحث عن دلالات الألفاظ ومعانيها وسياقها وسباقها ولحاقها، يعني عشان نفهم ونروح للغة العربية. لما نرجع، وعلى فكرة بذل المسلمون مجهودا ضخما جدا من أجل الإجابة على هذا السؤال، فعملنا المعاجم وتتبعنا كل كلمة في الشعر وفي الخطابة وفي النثر وفي كلام العرب، ما معناها وما استعمالها في القرآن في الحديث وهكذا، ونشأت المعاجم، والمعاجم منها معاجم كبيرة مثل لسان العرب ومثل تاج العروس في شرح القاموس ومثل العباب، يعني كانت مجهود ضخم جدا من أجل خدمة الكتاب والسنة. فعايزين نشوف ولي يعني إيه أساس. نجد العرب تملي بتاخد بالها لأنهم عايشين مع الطبيعة في رحلاتهم في تنقلاتهم في معيشتهم، أقرب إلى الطبيعة من وقتنا اللي احنا فيه ده. وقتنا اللي احنا فيه بعدنا كتير كتير عن الطبيعة بمجموعة من المخترعات التكنولوجية، السيارة والطيارة والتليفون وكذا إلى آخره، وحدث ما حرمنا أن نتمتع بجمال الكون زي الكهرباء على أهميتها طبعا، ولكن اللي حصل في النهاية أني ما أناش شايف النجوم وبتصل من بيتنا أطمئن على قرايبي ولا على أبويا وأمي وهكذا. مع عدم وجود هذه الأشياء كان فيه اتصال أكثر بالطبيعة، وكنا بناكل الحاجة اللي دلوقتي بنسميها الأورجانيك اللي هي الصحية الكذا، مباشرة البيض من الدجاجة الخضار من الأرض على طول، والخضار من الأرض يعني. وحاجة كويسة أوي، حتى ما كانش عندنا أسمدة كيماوية تسمم الطعام أو تخليه أكثر نضارة في الظاهر، لكنه لازم يتغسل غسلة كويسة قوي يمكن تودي الفيتامينات اللي فيه علشان المبيدات تروح منه. العرب وهي بتتأمل الكون كذا بتسمي بقى كل حاجة بأسمائها، فكان تاخد بالها من مواسم المطر. أول مطر ينزل في العام يسموه الوسمي. الوسمي الوسمي مطر كده يجي ايه، خفيف لطيف، وحتى يشتق منه وسيم. وسيم يعني ايه؟ يعني لطيف كده المعشر، ووسيم يعني جميل، ووسيم يعني خفيف لطيف.
حاجة كده يعني الوسمي ده أول مطر. وبعدين يجي مقاطع يغيب له يومين ثلاثة بالكتير 72 ساعة، لو غاب أربعة يبقى اتأخر على طول 48 ساعة عادة يعني، وينزل مطر حلو كويس كده شديد اسمه الولي. الولي ابتدينا تظهر هاي الكلمة. يبقى القصص دي كلها علشان نوصل إلى إنه أول مطر وسمي، حاجة لطيفة كده في البداية ويجي على خفيف. بعديها قريب قوي يعني يغيب بس 36 ساعة 48 ساعة بالكتير ينزل الولي. وسموه ولي ليه؟ لأنه قريب من الوسمي، ما بيقعدش يعني ما جاش الشهر اللي جاي، لا ده جاي بعد ساعات، تلاه مباشرة يعني، تلاه مباشرة. ولاه ولاه يعني جه قريب منه قوي، فسميناه ايه بقى في العربي؟ الولي. الولي يبقى اذا الوسمي المطر الاول في السنة، والولي هو المطر الثاني في السنة، وهو قريب من الاول. طيب فلما حبوا انهم يقولوا ان انا قريب منك، فقالوا انا وليك يا اخي. الاب مع ابنه مسموه ايه؟ ولي الامر. لانه لصيق قوي ابنه، يعني لما نقول له انت اسمك ايه؟ يقول فلان ابن فلان، يعني ما فيش حد، مش جد كمان، الولي لانه قريب. أولياءكم اللي هم الناس المحيطين بيك القريبين اللي العلاقة مباشرة بيها، يبقى إذن نقدر ناخد من الحكاية دي القرب والقوة. صح، قريب والعلاقة قوية. فلما جينا ننزل هذا على العلاقة بين العبد وربه، واخد بالك إزاي؟ فأصبح العلاقة دي فيها قرب ولا بعد؟ قرب ونسيان وغفلة، لا ده فيها قرب. فيها قوة ولا ضعف؟ لا فيها قوة، يبقى ولي. يبقى إذن الولي من كان قريبا من الله وعلاقته قوية بالله، يبقى أدي ده الولي. أول ما عمر بن الخطاب ولا أبو بكر ولا سيدنا عثمان ولا كذا يسمع كلمة ولي يفهم منها من غير ما تقوله، لأنه هو عربي أصيل. صح، فاهم بالعمق الحكاية، يفهم إيه دي حاجة قريبة قوي ولا إيه كده، في حاجة فيها قوة في العلاقة، في حاجة فيها قرب وقوة، شكلها كده المردود، ودني بتقولي كده، ودني بتقولي كده. ولي، ولي الله، ولي الله يبقى القريب بقوة من الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، يبقى ربنا قريب بقوة من الذين آمنوا. فإن وليه الله ورسوله، يبقى الرسول ولي كذا. واحنا في الفقه يقول لك ايه؟ والمأذون اللي هو بيكتب عقد الجواز ولي من لا ولي له. يبقى ولي من لا ولي له، يبقى البنت ما عندهاش ولي، يبقى المأذون الولي بتاعها. ليه؟ ما هو المأذون ده مأذون من مين؟ من حضرة القاضي. يبقى القاضي هو الولي بتاعها. ايه القربة والقانون، القوة والقوة، قوة القانون او قوة الولاية دي. اذا ولا تتخذوا الشيطان وليا، اوعى تقربوا منه، واوعى تخلي علاقتك به قوية تطيعه وتعمله وتمشي وراه وكده، لا ما تعملش كده، علشان أولياء الشيطان غير أولياء الرحمن. يبقى إذن الولي معناها القرب وعلاقته قوية. عظيم. يبقى إذن
ممكن تستعمل في الخير وممكن تستعمل في ضده، لأن ولي الشيطان وحش سلبي ناقص يعني لأنه وإن ولي الرحمن لا حلو كويس ده لأنه ولي لله. يبقى إذن آدي عرفنا معنى ولي وجبناها من إيه؟ من بدايتها الولي مطر ينزل قريبا بقوة بعد الوسمي، والولي انتقل من هذا المعنى معنى المطر اللي هو المسألة الطبيعية دي اللي فيها بقى إيه بقى؟ فيها غيث وفيها نظافة وفيها حياة، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي، وفيها 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 أنها بينبت الأرض وإنه بيسقي الدواب، المية بقى مية تروي العطشان. يبقى إذن الولي القريب الإيه؟ القوي. ولا بد أن يكون وليا لله أو لرسوله أو للمؤمنين. يبقى ده سأل، وهل يكون وليا للشيطان؟ يبقى انحرفنا، لكن يستعمل لأن اللغة مقتضاها كده. نعم. أي نوع من القرب والمتانة والقوة في العلاقة. طيب.